الفيديو رقم زوج يا اخوان، غادي نهضروا على واحد المساله الا وهي يعني اللاعبين اللي راه باغياتهم برشلونه، مع اني لا افضل الحديث عن هذه الاشياء قبل اوانها، ولكن الصحافه الاسبانيه تذكر هذه الاشياء وكتجيني اسئله يعني من الاصدقاء، واش بصح واش. غادي نعطيك غير واحد النبذه وغادي نهضروا اكزاكتوم، لانه شوف حاليا البرسا لا تمتلك اي اورو واحد، درهم واحد ما كاينش باش غادي تشري بالفاتحه، فقط بالفاتحه. يعني بكل صراحه باش نكون واضحين، البرسا ما عندها حتى ريال، ومازال الاتحاد الاسباني في التقريرات يعني تسريبات نتاع التقريرات، لانه التقرير المالي اللي راه كدرسوا الاتحاد الاسباني في الموازنه الماليه نتاع برشلونه للسنه الفارطه، يعني هذه نتاع 2023 2024، كاين واحد الخلل نتاع واحد ثقيل 40 مليون اورو نتاع شركه ليبيرو، الاتحاد الاسباني كيقول لك 100 مليون اورو، وانا واحد الوقيته كنت قلت لكم 200 مليون اورو خص البارسا تسددها قبل ما تم يونيو. 100 مليون اورو يطالب بها الاتحاد الاسباني، هذه اخر تصريحات ماشي ديالي انا، هذه تصريحات الاتحاد الاسباني. كيقول لك بانه الموازنه نتاع برشلونه في 2023 2024 ناقصه ب 100 مليون اورو، ناقصه باش توصل للاعب المالي النظيف فقط. خصك تخلص واحد 100 مليون اورو باش نوصلوا غير للاعب المالي النظيف، لانه ما تنساش بانه الاتحاد الاسباني من يدار الدراسه ديالو لقى بانه كتله الرواتب في برشلونه جد مرتفعه. ما هوتوش كتله الرواتب وعندكم ديون، شركه ليبيرو كانت مفروض عليها تعطيك 40 مليون اورو في الاول وتكمل لك 60، يعني 100 مليون اورو. البارسا دخلت في الموازنه 100، منين غادي نجيبوا هاد 100 باش نوازنوا الموازنه تاع 2023 14، يعني السنه اللي مشات. خليني بالسنه اللي راه جايه، الموازنه تاع السنه القادمه فينا هي؟ يعني هذه هي الامور اللي راه كاينه في البارسا. الصحف كتخرج لك البارسا باغيه ويليامز، باغيه اولمو، وباغيه عفوا ويليامز واولمو هادو هما تقريبا دي كل راه يجري على ويخليو فيليكس، واحد من هاد الثلاثي هو اللي غادي يكون الجناح ايسر السنه القادمه. الكل يعلم بانه فيليكس وكسافي علاقتهم ليست جيده، كسافي ما باغيش فيليكس، ربما يجريو على كسافي، المدرب اللي غادي يجي جاي غادي يفرضوا عليه فيليكس 100% وغادي يتناو من المشاكل. ولكن كيبقى واحد المشكل اخر، الا وهو واش اتلتيكو مدريد ستقبل باعاره ثانيه. اتلتيكو مدريد المشكل ديالها مع فيليكس ربما تقبل، علاش؟ اتلتيكو مدريد عارفه بانه اي نادي في اوروبا ما غاديش يشري فيليكس، لانه الثمن ديالو جد مرتفع والمردود ديالو جد ضعيف. كل صراحه مشى تشيلسي، تشيلسي جرات عليه فيه الساعه، ممكن كانت تلعب وكاع هلا ولي لبلادك، شكون غادي يدي؟ فرق كبيره ما غاديش تشري، غاتشريه باري ما عندها ما دير به، ارسنال ما تشوفش فيه، مانشستر سيتي هذاك كاع ما يديهاش فيهم كاع، مانشستر يونايتد عندها الاجنحه ديالها، بايرن ميونخ مستحيل. فين غادي يمشي هاد السيد؟ هادو هما الفرق الكبرى اللي تقدر تخلص داك المبلغ اللي طلبته اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد كتقول لك اقل مبلغ هو 60 مليون اورو، البارسا لا تمتلك المال. بصح اتلتيكو مدريد ما تقدش تردوا لفرقتها لانه سيموني ما باغيش، وقع صدام كبير ما بين سيموني وخصوصا ما بين الجماهير وفيليكس. يعني المصير تاع فيليكس مبهم، الحل الوحيد هو يبقى في برشلونه ولكن يعطي مردود، خصو يعطي مردود باش الفريق ديالو يستفيد منه، لحقاش الا طلعت القيمه ديالو الفريق ديالو يقدر يسوقو يبيعو. اما حاليا في برشلونه ما بقات عنده قيمه، حتى في اوروبا ما عنده قيمه، هذا حل بالنسبه للاداره. اولمو في العقد نتاع اولمو مع لايبزيغ فيما تم قيل في 6 يوليو غادي لانه القيمه تفسخ العقد نتاع اولمو مع لايبزيغ 60 مليون اورو، ولكن الى وصلت 6 يوليو تلغى هذه القيمه، يعني لايبزيغ يطلب الثمن اللي بغى. دابا عطات لايبزيغ 60 تبيع لك لانه العقد فيه 60، بصح تفوت هذيك لادات لايبزيغ طلب 100، دبر راسك انت وياه تفاوض مع لايبزيغ لانه هذاك العقد يلغى، لايبزيغ تقدر تطلب اللي بغات. البارسا واش تقدر تشري ب 60 اصلا؟ ما تقدرش. الصحافه الكاتالونية فرصه ذهبيه لبرشلونه باش يجيبوا اولمو، باش تجيب اولمو فرصه، واش انت حماقيت ولا؟ فرصه ذهبيه، علاش كنقول لكم يا اخوان ما تثقوش الصحافه؟ راه الصحافه تهضر تتكلم من فراغ، الصحافه غير كتهضر كرويا، داك ممتاز داك،
اش كتشوف الوضعيه اللي راه فيها البارسا؟ ما كتشوفش. حنا مازال الموازنه تاع العام اللي فات ما سلكناهاش، راه خصنا اموال باش غير نكملوا الموازنه تاع العام اللي فات، وانت تقول لي نشري باش غادي تشري؟ الله اعلم الله اعلم. كاين واحد الموضوع اخر الا وهو نكملوا بعدا في اللاعبين. ويليامز، ويليامز حتى هو القيمه ديالو 60 مليون او تقريبا. بارسا ما تقدرش تشري هذا، لن تستطيع. كما قلت انا سابقا خص البارسا تبيع باش تشري. شنو غادي نبيع؟ الحل انه البارسا تضغط على رافينيا يخرج. الا خرج رافينيا ب 60 او 70 تقدر تشري واحد فيها، ممتاز. برناردو سيلفا حيدو بالك. علاش؟ لانه البارسا قلعت ميسينيو اللي مستقبل ولاعب برازيلي وعنده مهارات جد قويه، ويعني مستقبل تاع اي فريق، حيداتو لانه كيلعب بنفس البوست تاع يامين يامال. هذا سيلفا فين كاين لعبه الاخوان؟ واش ما كيلعبش حتى هو في البوست تاع يامين يامال؟ تناقض يعني حتى في الكلام تاع نتاع نتاع الاداره نتاع برشلونه فيها تناقض واضح. ما نشريوش ميسينيو لانه كيلعب في البوست نتاع يامين يامال، بصح نمشيو نشريو سيلفا حتى هو كيلعب في البوست تاع يامين يامال، حتى هو كيلعب كجناح ما كيلعبش صانع العاب. البعض كيقول لك راه صانع، ما ليس بصانع العاب، هو لاعب جناح يدخل للوسط باش يخلي الدو، لانه اللعب قلت لك نتاع غوارديولا وتاع برشلونه واحد. الاظهره مين يطلعوا بزوج، الاجنحه فين يمشيو؟ كيدخلوا للعمق. انت فمي كتفرج كيبان لك سيلفا باللي راه لاعب وسط ميدان، راه ماشي لاعب وسط ميدان يا اخي، سيلفا لاعب جناح ايمن بكل صراحه. لاعب وسط الميدان هو دي براون، لاعب وسط الميدان هو رودري غارسيا، هادو هما اللاعبين تاع وسط الميدان. لاعب وسط الميدان مين كان تما؟ كان غوندوغان. سيلفا فين كان يلعب؟ انت اللي تقول لي لاعب وسط، كتفرجوا صافي. خدموا شويه خدموا شويه العقل، الله يخليكم على الاخوان. المهم ماشي غرضنا هذا، يعني هاد الكوكبان تاع اللاعبين اللي كتهضر عليهم، بينهم اونانا، بينهم دين دين، بينهم مجموعه كبيره من اللاعبين. مؤخرا غادي يدخل لك واحد اللاعب تاع فيلاريال ماركا 4 تاع البوانت ضد ريال مدريد، حتى هو لاعب نورفيجي قال لك بغاو باش باش غادي تشريه. لا لوجيك كتقول باش غادي نشريو هاد اللاعبين وحنا ما عندناش. الا بعت اخويا اللاعبين ديالك، اولا راه خصك تبيع لاعبين باش دير موازنه تاع السنه الماضيه، يعني انت اوبليجي عليك هاد السنه هادي تبيع على الاقل نجمين، نجم تبيعو باش توازن المال السنه الماليه ديالك الفارطه. بعنا مثلا، نعطيك انا مثلا، بعنا اروخو ب 100 مليون. علاش راه الاداره دابا تضغط على اروخو؟ خرج ديونغ، خرج مسائل تبدلت. قلت لك انا هاد الاداره استراتيجيه ديالها استراتيجيه ظرفيه، حتى لاخر لحظه عاد تبان لهم الحقيقه، عاد يبقاو يجريو جاري. دابا الا بعنا مثلا اروخو ب 100 مليون اورو، نعطوها للاتحاد الاسباني باش يوازن بها الماليه السنه الماليه الفارطه، ونجمعوا طول ونبقاو حنا في المحاكم مع ليبيرو. غادي نركبيرو ديك الفلوس صراحه، ولكن اش من عام الا دخلت المحاكم مشيت تما بواحد 20 ولا 30 عام. هذه وحده. الور غير باش توازن خصك تبيع اروخو، يعني خصنا نبيعوا لاعب اخر نجم اخر باش نشريو. الور البارسا دايره ديونغ ودايره اروخو ودايره رافينيا، هادو هما الثلاثه الثلاثي اللي يقدر يجيب لك اموال كبيره. خصك تبيع حتى ثلاثة باش تشري فريق آخر. فعلا أنا أؤيد بيع ديونغ وبيع رافينيا، أنا هادو بعدا باغيهم يتباعو 100%، بصح أراوخو اللي يجيب لي 100 حتى أنا مع البيع ديالو، ماشي كيستو ما يعجبنيش. أراوخو يعني العام اللي فات كان ممتاز، هذا العام يعني دون المتوسط بكل صراحة، ولكن القيمة المالية ديالو ستنقذ فريقي. علاش أنا مع البيع ديالو؟ البعض كيقول لي راه تبيع أراوخو، راه أراوخو ماشي داك النجم اللي كتصورو أنت، شوف الفضايح اللي كيدير في الدفاع، راه هو المدافع ماشي انا، وكان خسروا بالثلاثات بالرباعيات، يعني المشكل كان في الدفاع. هتقولي المشكل ثاني في الكور، مين تقول لهم لا ديفونس ما تماش؟ الكور راه عيان. ايوا مين تقول لهم الكور عيان يقول لك لا راه لا ديفونس اللي عيان، يعني حتى الجمهور تاع كاتالونيا يهب لك. المهم هذا التوجه نتاع الاداره، راه باغيه لاعبين تشريهم لانه خص يوقع التغيير، ولكن الظروف الماليه لا تسمح. هو مؤخرا الاتحاد الاسباني كيقول لا خصك تخفض كتله الرواتب، باش تخفض كتله الرواتب بيع ديونغ هو الاول، لانه غير بيع نتاع ديونغ بوحدو غادي يخفض لك واحد الكتله كبيره نتاع الرواتب، غير بوحدو غادي يقلع 35 مليون اورو في السنه. هامش ربح كبير هذا، غادي تجيب واحد اللاعب تعطيه يلا 6 ولا 7، يعني غير بالصالير تاع ديونغ تقدر تشري نتايا واحد المجموعه نتاع اللاعبين وكاملين تسجلهم واحد 5 ولا 6، بحال يوصلوا لك 35 مليون اورو. راه
خصك تخدم شويه عقلك، لانه انت حطيت نفسك في هذه المازق الماليه، انت حطيت كاداره حطيت راسك في هذه المشاكل، فخصك تحلها بواحد الطريقه عقلانيه. ديونغ يعني شوف ديونغ يعني حل ممتاز لبعض مشاكل البارسا، خصو يخرج غتربح فيها اموال كبيره وغتقلع الكتله نتاع الرواتب، نقص في كتله الرباط. غير ديونغ مثلا يكون بيعو غير ب 70 ونقلعوا ديك 35 مليون اورو ديالو اللي كيديها في السنه بلا الحوافز بلا كذا، راه 100 مليون اورو كيجيبها لك في السنه، هذه بارده غادي تخلص منها. 100 مليون اورو ما تشريش بها جوج ولا ثلاثه، ها هما غير ويليامز والمو يديروا ب 50 و 60 60 ولا 50 50، تقدر تشري جوج بلاصه واحد. شحال غادي تعطي الاولمو تاعك؟ شحال كيدي في لايبزيغ؟ كيدي اربعه. انا نجيب البارسا نعطيه سته ولا سبعه. ويليامز شحال كيدي في بيلباو؟ ثلاثه ولا جوج ونص. انا نجيبو حتى هو البارسا نعطيه سبعه. ها هو بزوج بهم يلاه وصلوا 14. الاخر غير بوحدو كيدي 35. لا يعقل لا يعقل هاد السياسات نتاع البارسا، يعني هاد السياسات يعني هما اللي وصلونا لهذا الشيء اللي رحنا فيه. ماشي اشكال. غادي تسولني يا اخي ايوا حيت ما عندناش، علاش راهم يهضروا؟ راهم يهضروا بمنظور انهم يبيعوا ويشريوا، ولكن 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 حيت هاد الاداره كما قلت فاشله مليون في المية وما عندهاش حلول وما عندهاش ابتكارات. شوف مين كتحصل خصك تبتكر بعض المرات، خصك تخترق شي اشياء ما كايناش باش تسلك لا سيتوياسيون. البارسا هذه غا كتفرج فين غادي يمشي، واش هو الحل البديل؟ لانه راه مجموعه كبيره نتاع اللاعبين ما بغاتش تخرج، وديونغ ما تقدرش تخرجوا بار فورس. الا قال لك ما نخرجش راه الله ما يخرج، الا بغيت تخرجوا خصك تعوضوا، راه ها الاشكال نتاع البنود نتاع العقود. ليفاندوفسكي قالوا له تخرج، قال لهم انا ما نخرجش، وما تقدرش تفرض عليه. الا بغيت تخرجوا خصك تعطي 60، قالوا 58 خصك تعطيها له، راه 60 بلا المسائل القضائيه ولا وغادي تخسر المحامون وتخسر، راه طيح لك لا فرف واحد 70 ولا هادي بيرت، هادي كتسمى ضياع بيرت، وما كتربح انت منها والو، لانه غادي تفك انت وياه، تعطيه العقد ديالو وتصيفطو وتزيد تخلص. وهذا الشيء راه وقع للبرصه بزاف ديال المرات. فلهذا هاد الاداره حيت فاشله بكل المقاييس، تعرف راها غاديه تتجه الى طلب قرض جديد، يعني باغيه تزيد في الدين اللي راه على برشلونه. حنا كنجريو نسلكو الديون وهي راه باغي تجيب لك دين اخر. اشوف راه طالبين واحد القرض نتاع 100 مليون اورو غير باش يسلكوا لافير مع الاتحاد الاسباني، راه ماشي باش يشريو ولا يبيعوا، غير باش يسلكوا لافير. راه هذيك الكلام اللي كنت كنقول لك انا في الديبي ديال لا سيزون، وكنت كنقول لك في نصف الموسم بانه البارسا مطالبه بسداد بعض المستحقات في اخر ما تم غشت، احنا وصلنا له. هذا هو الاتحاد الاسباني كيفرض عليك، قال لك اخويا خصك تبيع جوج النجوم على الاقل، كانوا يقول غير نجم واحد، دابا ولاو الاتحاد الاسباني يطالبك ببيع نجمين على الاقل باش تسوي الوضعيه ديالك مع الاتحاد الاسباني وترجع الى قاعده اللعب المالي النظيف. شراو كذا طرتك دبر راسك، تبيع ما تشري شغلك هذاك. شتو الامور في اي في راها واصله في هذا الفريق؟ هذا امور عشوائيه لاقصى درجه. ويجيوك اسئله يقول لك متى تعود البارسا؟ يا دير واحد غير نسلكوا الحريره بعدا هي الاولى، اجي نسلكوا هاد المشاكل عاد نشوف فوقاش تولي البارسا. وراه ربما تقدر تولي البارسا في ليله وضحاها، راه تقدر تولي في سنه واحده تقدر تولي، بصح اذا كانت هناك اداره حكيمه، اذا كان شي راجل عاقل عنده العقل ويعرف يخمم. وانا قلت ومازال عند كلامي ومازال ترجعوا للكلام ديالي، وراه البارسا غادي توصل داك الكلام اللي كنت نقوله، يدير واحد السنه بيضاء ويلعبوا بولاد البي، ها بعض الاضافات الصغيره، تشري لاعبين تاع 7 8 10 كذا، سلك بهم سنه بيضاء واحده فقط، كل الامور الماليه غادي تسلك. انت ما ديش ما ديش اصلا، كتخسر اموال وما كتديش، غامر واحد اللاعب سنه واحده فقط. راه اللي كيشوف المشاكل نتاع اتلتيكو مدريد وشوف الفريق الحالي نتاع اتلتيكو مدريد، والله ما طاح له في البال. كان الرئيس نتاع اتلتيكو مدريد السابق كان هو عمدة مدينة مدريد، كان هو العمدة، كاين الوالي ولا سمي كيما تبغي، كان يخون الخزينة نتاع المدينة ويضخها في النادي باش يسلك النادي. الآن أصبحت أتلتيكو مدريد من أقوى الفرق في أوروبا كلها، وشكراً.